السلام عليكم، يا رب تكونوا كويسين. النهارده انا في مشروع جرين سكوير في دبي هيلز ستيت، والمشروع طبعا من اعمار. وميزه المشروع ده ان هو فيه غرفه وغرفتين وثلاث غرف، وبيدوك رخصه تجاريه من الدي ام سي سي. فانت بتاخد رخصه 3 سنين ممكن تعمل بيها الشركه بتاعتك وتبتدي تشتغل. من مجرد ان انت بتدفع 15% تقدر تقدم على الرخصه دي. كلمت على دبي هيلز، هسيب لكم لينك في الانفورميشن تاب. شوفوا دبي هيل، شوفوا البارك، شوفوا كل الابديتس. ودلوقتي هوريكم الغرفتين والصالة، غرفة العرض بتاعتها، وبعد كده هتكلم معاكم اكتر عن المشروع في اخر الفيديو. الغرفتين والصالة في مشروع جرين سكوير من الإعمار. هنا عندنا غرفة الغسيل، وده هنا الدايننج تيبل، وزي ما انتم شايفين اوبن بلاين ال شيب كيتشن. وهنا عندنا غرفة المعيشة، مكان للتلفزيون. هنا البلكونة، ده الفيو بتاعك من البلكونة. مستر سمير برضو منورنا في الفيديو، طلع في الفيديو بتاع ساوث بيتش لو حد شافه. بعد كده تعالوا بقى نكمل بقية الجولة. عندنا هنا حمام الضيوف على ايدك الشمال. بعد كده عندنا اول غرفة نوم. طبعا الخزانات كلها مبنية في الحيطة، built-in wardrobes floor to ceiling windows. هنا ده الحمام بتاع غرفة النوم الاولى، عندك bathtub هنا و sink، ودي الغرفة الماستر. عندنا برضو خزانات على الناحيتين، دبل سايدد ووردروب. بعد كده برضو عندنا دبل سينك، هيز وهيرز، ستاندينج شاور. وبس ده كده جولة سريعة داخل الغرفتين. فبس عايز اتكلم معاكم سريعا عن المشروع. طبعا المشروع فيه مميزات كتيرة جدا، اهم حاجة ان انت بتقدر تقدم على دي ام سي سي لايسنس، ودي واحدة من اكبر الفري زونز هنا في دبي. وفي نفس الوقت لو انت هتقدم عليها من غير الاوفر ده هتبقى قيمتها اكتر من 100,000 درهم. فانت في المشروع ده مش لازم تاخد اللايسنس، ممكن تسترد ال 100,000 دي. حاجه اسمها ريبيت من اعمار. لو حد عايز معلومات اكتر بقى عن النقطه دي اتكلم يعني على الخاص. بس عامه مستر المشروع ان هو هيتسلم في ابريل 2022. فانت قدامك سنتين تقريبا تدفع فيهم 60%، 50% اثناء الانشاء، 10% عند الاستلام، و40% على الثلاث سنين بعد الاستلام. فدي اول ميزه. تاني ميزه ان البارك والمول هيكونوا فتحوا، فالكوميونتي هيبقى خلصان بالكامل، فانت ساعتها هيبقى في طلب اكتر على المشروع ده. وغير كده المشروع عباره عن ثلاث مباني، ثلاث طوارات، وكلهم بيشتركوا في الخدمات. فهيبقى عندك بول وجيم وخدمات بتكفي ثلاثه، فطبعا دي ادفانتج ليك انت. وغير كده عندك لسه يونتس بتطل على دبي هيلز بارك، اللي هي هتبقى اكبر بارك في ريزيدنشال كوميونتي. فانا شايف العرض ده ممتاز جدا. الغرفه والصاله اسعارها بتبدا من 1,000,000، الغرفتين 1,500,000. فبخطه الدفع وبعرض اعفاء 4% من رسوم التسجيل. وغير كده بتاخد دي ام سي سي لايسنس، دي بتقعد 3 سنين، وبعد كده بتاخد اقامه لمده 3 سنين، دي ليك انت. وممكن تقدم لثلاث افراد من عائلتك. لو عايز تزود برده ممكن تزود عن 3، بس طبعا بتدفع فلوس زياده. والعرض ده بيبقى للمشتري الاول او للمستاجر الاول. فانت حتى لو انت مستاجر تقدر، يعني انت مثلا اشتريت العقار كمستثمر، ممكن المستاجر بتاعك هو اللي يقدم على الرخصه دي، رخصه العمل يعني. فانت برضو دي حاجه ادفانتج او ميزه كبيره جدا مفيش اي مشروع تاني بيقدمها. فبس ده كده كان سريعا اوفر فيو للمشروع. لو حد عايز استفسارات اكتر او تفاصيل اكتر بقى عن الاسعار وخطوط الدفع سيب ارقامي تحت للتواصل. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، واشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.